مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحلقة جديدة من حوار خاص. ضيفي في هذه الحلقة هو السيد جورج جلوي النائب بمجلس العموم البريطاني والناشط السياسي المعروف. أهلا بك معي سيد جلوي. نعم، ابتداء سيد جلوي دعني أسألك بشكل واضح وصريح عن رؤيتك لما حدث في مصر، تحديدا يوم 3 يوليو الماضي وعزل الرئيس محمد مرسي من قبل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، تقييمك لذلك؟ إذن لقد كان انقلابا عسكريا وكان له شعبية تدعمه، ولكنه كان انقلابا عسكريا، فالقوات المسلحة استلمت زمام السلطة وقد قاموا باعتقال رئيس منتخب رموه في السجن، وقاموا بإطلاق سراح الدكتاتور السابق من السجن حسني مبارك، والانقلاب العسكري هو الآن في اتجاه عكس الديمقراطية، وهؤلاء الذين أعطوا دعما لهذا الانقلاب العسكري كان عليهم أن يعيدوا تقييم موقفهم، لأنها ولكنني أنصح هؤلاء في الوقت الراهن وأقول لهم بأن الجيش الآن سوف يسحق الإخوان المسلمين وسوف يأتي دوركم لاحقا ودور أي من يعارض الحكم الدكتاتوري الفاسد. هذا أمر ليس جيدا، فأي انتقاد للإخوان المسلمين أو للرئيس مرسي هو ليس في مكانه. أنا لا أدعم حقيقة أي من الإخوان المسلمين أو مرسي، ولكن محمد مرسي هو الذي فاز بالانتخابات وهو الرئيس الشرعي وليس الجنرال العسكري، حتى لو كان ذو شعبية فهو ليس بديلا شرعيا لرئيس منتخب عبر صناديق الاقتراع. اسمح لي سيد جلوي، هذا أنت تعبر بالطبع عن رأيك الشخصي، لكن البعض يرى غموض في موقف المملكة المتحدة، حكومة الموقف الرسمي للمملكة المتحدة فيما يخص الأوضاع في مصر. هل هي مع ما أطلقت عليه وما يسمى بالانقلاب العسكري في مصر، أم هي ضده بشكل أو بآخر؟ هل لك أن تعلمنا عن الموقف الحقيقي والرسمي للمملكة المتحدة فيما يخص مصر الآن؟ إذن من دون شك أن كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية يدعمون الانقلاب، وهم لم يريدوا أصلا سقوط حكم حسني مبارك، فهم يودون من العسكر أن يعودوا للحكم لما كان يعطيه لهم الحكم العسكري من أفضلية. فإذا الجيش المصري هو مشترى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منذ ما بعد حكم الرئيس عبد الناصر، أصبح جيش المصري في جيب الولايات المتحدة الأمريكية. وآخر مرة كنت فيها في القاهرة جلست في فندق جميل كان يمتلكه العسكر، والعسكر يديرون الكثير من القطاعات في مصر والصناعات وحتى الزراعة يمتلكها الجيش بالكامل، وهذا أمر لا تتقبله أي حكم ديمقراطي، حيث الجيش الآن لديه حق دستوري من أجل أن يحاكم المدنيين في محاكم عسكرية، وحتى هذه المحاكم لديها أن تستغل قطاعات اقتصادية لمصلحتها الخاصة. هنالك أيضا ملايين الدولارات الأمريكية التي تأتي سنويا، والآن نرى
كل هذا يؤدي إلى تدمير سبل حياة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، وحتى الأنفاق التي كانوا يقومون فيها بتهريب المواشي والطعام والغذاء والدواء تم تدميرها بشكل وحشي من قبل العسكر، وهم الآن يعملون بكل وضوح مع المحتل الإسرائيلي وهذا حقيقة أمر مخذل. وبعد أن إذن إحدى التهم التي رفعوها على مرسي بأنه يتعاون مع المقاومة الفلسطينية، وهذا ضد أي عقيدة إسلامية أو حتى ضد أي ذرة عروبة. عفواً سيد جلوي، سأعود إلى هذه النقطة يعني بشكل أوفى في وقت لاحق، لكن اسمح لي يعني فيما يخص الموقف الرسمي الذي عبرت عنه الآن، موقف المملكة المتحدة أنها مع الانقلاب العسكري في مصر وتؤيده بشدة، إن لم تكن يعني كانت مشاركة في التخطيط لذلك، أما يتعارض ذلك مع المعايير الغربية في مسألة أن تعطى للشعوب حرية اختيار حكامها والديمقراطية، كل ما نسمع عنه من خلال الحكومات الغربية أو في الميديا الغربية سيد جلوي؟ ولكن هذا ليس ما تقوم به القوى الغربية، هم يؤيدون خيار الشعب طالما اختاروا الناس المناسبين، الناس الذين سوف يستمرون بحكم البلاد بما يخدم مصالح القوى الغربية، وفلسطين هي أكبر مثال على هذا. الشعب الفلسطيني اختاروا حماس، أنا مجددا لا أدعم حماس ولم لا أكن أصوت لهم، إلا أن الشعب الفلسطيني قاموا بذلك وصوتوا للحماس، وكان الجواب أو الرد هو حصارهم لأعوام طويلة، وقاموا بدفع الغزيين إلى مرحلة صعبة جدا، مرحلة غير إنسانية. الوضع الإنساني في غزة سيء جدا، وهذا الحصار هو مدعوم بشكل كامل من قبل. طيب، من خلال ما ذكرت الآن سيد جلوي، هل كان السيد توني بلير رئيس الوزراء السابق كان عبر عن موقف الحكومة البريطانية تعبيرا صحيحا، أعلم أنه ليس في السلطة الآن، عندما قال أن الجيش انحاز إلى الشعب في 3 يوليو الماضي، وأن جماعة الإخوان المسلمين حاولت خطف الثورة المصرية أو يعني القفز على مكتسباتها بشكل أو بآخر، يعني هل كان يعبر بلير عن نفسه كمبعوث للرباعية الدولية في الشرق الأوسط، أم كان يعبر تعبيرا حقيقيا وصريحا عن موقف الحكومة البريطانية؟ قال الكلام منذ أيام قليلة يعني. أعتقد بأنه كان يعبر عن موقف الحكومة البريطانية التي يعمل لصالحها، وهو مبعوث السلام في الشرق الأوسط، ويبدو بأنه يبذل كل جهوده لإشعال الحروب في العالم العربي، وكل من يشعل هذه الحروب ويقوم بإسقاط حكومة منتخبة بطريقة شرعية في العالم العربي سوف يجد دائما السيد بلير يدعمه. وهنالك بعض جزء من القتل الذي حصل العرب في العراق والحرب الطائفية كلها من جهود توني بلير، وهو أيضا خلال مدة وجوده بالسلطة كان أدى إلى قتل الكثير من العرب وحتى في لبنان، إذن هو يبذل كل ما في جهده مثل غيره وأسف لأقول من أجل الوصول إلى حالات مروعة في العالم العربي، إذن كما حصل في سوريا. إذن لا تتوقعوا شيئا من توني بلير إلا أنه صدق عندما تحدث
وعكس رؤية أو ما يعتقده الغرب. فتوني بلير هو حاضر حقيقة بدعمه للإجرام. طيب سيد جلوي، هل الموقف البريطاني أيضا فيما يخص الشأن المصري ينسحب بالعموم على الموقف الأوروبي، موقف الاتحاد الأوروبي في رؤيتها للأحداث في مصر أو دعمها للانقلاب العسكري على حد تعبيرك فيما يخص الموقف البريطاني؟ إذن إنه مشابه وربما يكون أكثر تطرفا، لأن بريطانيا هي نصفها مع الاتحاد الأوروبي ونصفها في الخارج، وهي سياساتها إلى حد ما أقرب لموقف الأمريكي عن الاتحاد الأوروبي. ولكنني أعتقد بأنكم أن لا تتوقعوا أي تغيير من هذه الحكومات الغربية، لأنها دول إمبريالية وتتصرف بهذه الطريقة لأنها دول إمبريالية، ويخدعون من يثقون ويضعون ثقتهم في الغرب وحتى في بعض اللاعبين العرب. هذا حقيقة خطأ ارتكبه الكثيرين، وكان عليهم أن يعرفوا أفضل من ذلك. إن واقع الحال بأنهم ليسوا ديمقراطيين، هم يفضلون الديمقراطية فقط إذا اختار الناس الأحزاب والأشخاص والقادة الذين يرغبون بهم هم، وإذا اختاروا غير ذلك فهم إما سيقومون بمحصارهم وخنقهم أو سوف يقومون بإسقاطهم عن طريق انقلابات عسكرية، وهذه الانقلابات العسكرية ستكون مقبولة ومرحبة حتى في الدول الغربية. وحتى هيوغو تشافيز الذي حصل في انقلاب عسكري، الوزير البريطاني الذي هو محتجز الآن كلص وكان وزير خارجية في تلك الأثناء، ورحب بالانقلاب العسكري الذي أسقط تشافيز وانتقد تشافيز ووصفه بالديكتاتور، بالرغم من أن تشافيز كان أكثر قائد منتخب في العالم كله، لقد كسب انتخابات كثيرة أكثر من غيره وحتى استفتاءات شعبية، ولكن هذا لم يوقف الدول الغربية من التآمر من أجل إسقاطه. إذن لا تتخيل بأن هؤلاء الناس يتحدثون بالصدق عندما يتحدثون أو ينطقون طيب. بكلام بالديمقراطية يعني والحرية. وكأنك تقول، أفهم منك سيد جلوي، وكأنك تقول أن فكرة التعويل من قبل بعض رافضي الانقلاب العسكري في مصر وقادة التحالف الوطني لدعم الشرعية على الحكومات الغربية ومنها بالطبع الحكومة البريطانية في أن تغير المشهد السياسي المصري الراهن وتعيد الشرعية أو تعيد الرئيس محمد مرسي مرة أخرى إلى سدة الحكم، هذا ضرب من الخيال والعبث إذا صح التعبير. إن البريطانيين قد نسوا من هو محمد مرسي، حتى وإذا سألتهم هذا السؤال الآن سيقولون لك من محمد من؟ لقد نسوا حتى من هو، لقد نسوا الانتصار الذي أصله إلى قصر الرئاسة، وقد أغلقوا الدفاتر على القصة المصرية. ولكن مشكلتهم الحالية هي بأنه بالرغم من أن الملايين كانوا يعارضون ضد مرسي، كان الملايين يؤيدونه وبقوا يؤيدونه حتى اللحظة، وهذا العدد يتزايد لأنه لا يوجد أي مجال للعسكريين لأن يقدموا شيء للحشود الكبيرة في مصر الذين لن يجدوا أي رغيف خبز من الرئيس السيسي. العسكريين لديهم رخاء وعسل وزبدة ولديهم كل ما يحتاجونه، إلا أن الفقراء، جموع الفقراء، مئات الألوف الذين ينامون في المقابر وفي
العراء لن يتغير واقع حياتهم لأن العسكر ليست لديهم أي برامج اجتماعية اقتصادية لتحويل حياتها أو لنقل حياة أغلبية الجموع أو الشعب المصري. طيب سيد جلوي، يعني إذا صدق ما تقول فيما تخص أن الحكومات الغربية يعني مؤيدة تمام التأييد للانقلاب العسكري في مصر، طب من وجهة نظرك لماذا يتجه يعني المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري شرقا إلى روسيا ليطلب منها دعم بشكل أو بآخر أو يغير لاستراتيجية التعامل الخارجي مع مصر خلال الفترة المقبلة، وكما سمعنا حتى من بوتين أنه يؤيد يعني ويرحب بأن يكون السيسي رئيسا لمصر خلال الفترة المقبلة يعني. أعتقد بأن هذه مجرد مناورات وكما هو كما تحدث أوباما وكاميرون عندما ادعوا بأنهم خائفون من الانقلاب في مصر وإسقاط الرئيس الشرعي وإلقاء القبض عليه مما والتهم المزعومة اتجاهه، لقد زعموا بأنهم قلقون من هذا، ولكن حقيقة الأمر أن الأمور مستمرة والمساعدات للجيش مستمرة. السيسي من جهة أخرى كان عليه أن يستجيب لأسباب كرامة ووطنية وللانتقادات التي انتقده بها الغربيين، وادعى بأنه يغير استراتيجيته نحو الشرق، وهذا تكرار للحصل الحدث الحالة التي حصلت مع الرئيس عبد الناصر الذي فعلا توجه إلى الشرق. الرئيس ناصر قام بإعطاء كل شيء للقضية الفلسطينية، الجنرال ناصر كان يعارض إسرائيل بشكل كامل، والجنرال ناصر يعارض الملكية في الخليج، ولكن كل هذه غير موجودة لدى السيسي، فأي مقارنة بين السيسي وما بين الجمال عبد الناصر هي حقيقة ليست صحيحة على الإطلاق. طيب اسمح لي، ما الذي من الممكن أن يعطيه يعني المشير السيسي عندما يصبح رئيسا لمصر للغرب؟ يعني هل سيتعامل معها بنفس السيناريو ونفس الطريقة التي كان يتعامل بها مبارك مع الغرب، أم من الممكن أن يقدم ما هو أبعد من ذلك، وخصوصا أيضا فيما يخص إسرائيل والجوار الإسرائيلي لمصر؟ أعتقد بأن الرئيس مبارك كان يعمل عن كثب مع الدولة العنصرية الإسرائيلية، وأنا تم ترحيلي أو إبعادي من قبل الرئيس مبارك، وقال لي وأبعدت دون السماح لي بالعودة إلى مصر لأنني كنت أسعى لفك الحصار عن غزة، وأظنكم تتذكرون هذا. فإذا سيكون من الصعوبة بمكان أن يتغلب على مبارك من ناحية تعاونه مع إسرائيل، ومع ذلك هذا مطلوب منه من قبل القوى الغربية، هم يطلبون منه أن يعمل عن كثب مع نتنياهو مع إسرائيل، وهم يطلبون من مصر ألا تصبح قلب الأمة العربية والقوى العربية كما كان في عهد ناصر. هم يدعمون السيسي وألا يسعى ليجعل مصر دولة عربية عظيمة كما كانت في السابق، ولكن شرط دعم السيسي هو ألا يستخدم منصبه لهذه الغاية التي ذكرها بأن يعيد أمجاد مصر. وآخر متطلب من
القوى الغربية هو أن يتبع سياساتهم الخارجية وأن في المنطقة، وأنا متأكد من أنه سيكون تابعا مخلصا. طب اسمح لي فيما يخص يعني تضييق الخناق على قطاع غزة من قبل سلطة الانقلاب العسكري في مصر الآن وهدم الأنفاق ووصم حماس بأنها حركة إرهابية تحاول أن تعبث بالأمن القومي المصري، ما رأيك في ذلك؟ أعتقد بأن هذا سخيف بالتأكيد، وحماس فازت بالانتخابات بانتخاب الشعب، وإسماعيل هنية تم انتخابه كرئيس وزراء وقد انتهت مدة رئاسته، وهذا حقيقة، ولكن كما انتهت مدة حكم أيضا محمود عباس، كلا مدة رئاستهما قد انتهت، فربما يكون الوضع أفضل للفلسطينيين وللجيل الفلسطيني القادم بأن يخرجوا رؤساء أفضل، ولكن الناس هم لديهم الحق بانتخاب رؤسائهم، وليس أعداؤهم بالتأكيد، وليس محتلوهم الذين يحاصرونهم، هم قتلة. إن فكرة أن إسرائيل أو أمريكا أو بريطانيا هي من تختار قائد الشعب الفلسطيني وتقرر من هو الإرهابي ومن هو غير الإرهابي، وبالتأكيد هذا أمر سخيف، علينا أن نتعامل مع من اختاره الشعب أيا كان ليكون قائده. إذن كما قلت أنا لست من داعمي حماس، لم أكن ولن أكون، والآن حقيقة لدي الكثير من الخلافات معهم ومع الإخوان المسلمين وحركة الإخوان المسلمين بشكل عام، وحتى الجزيرة، وهذه أول مرة أظهر على شاشة الجزيرة منذ 3 سنوات، فمن الجيد أن أعود، ولكنني أجادل بأنني لن، إذا استطعت أن أختار قائد قطر فأستطيع أن أختار قائد فلسطين، الوحيدين الذين يختارون قادتهم هم الشعب نفسه. طيب سيد جلوي اسمح لي، فكرة الحرب على الإرهاب والتي يحاول أن يروجها أو تروجها سلطة الانقلاب في مصر الآن وتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، هل ذلك يجد صدى في العالم الغربي سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى الشعوب، مما يؤدي بالفعل لدعم سلطة الانقلاب في مصر تجاه يعني ما يروج بأننا نحارب الإرهاب في مصر وما يظهر على الشاشات المصرية العامة والخاصة بجملة الحرب على الإرهاب؟ هم من الواضح بأن أي انتقاد للإخوان المسلمين بالتأكيد أنهم ليسوا إرهابيين، لقد وجدوا لعقود تحت القمع ولم يلجأوا إلى الإرهاب، ففكرة بأنه عندما تم انتخابهم أصبحوا إرهابيين هذا حقيقة مناف للمنطق وسخيف. الإخوان المسلمين يختلفون في كل دولة، وحتى داخل أي دولة هنالك أكثر من اتجاه ضمن الإخوان المسلمين، وأفضل طريقة دفع الإخوان المسلمين إلى صف الإرهاب هو أن هو إسقاطهم ووضعهم بالسجن، هذا من شأنه أن يقوم بدفع الإخوان للتطرف وللراديكالية في مصر، ولا أعتقد حقيقة بأن الجميع يعرف بأنه أي عيوب كانت لديهم وكان لديهم الكثير، فإن الإخوان المسلمين هم ليسوا قريبين من أي إرهاب، هنالك إرهابيين حقيقة في مصر، وفي بعض الأحيان يكون هنالك أعمال إرهابية لا يقوم بنسبها أحد لهم، قد يكون هنالك تيارات إسلامية متطرفة تلام، ولكن من دون شك هنالك إرهاب في مصر ويمكن أن يتنمو قوته فقط إذا
إذا النهج الإسلامي الديمقراطي تم إعاقته وذبح ألوف من الناس في هذا الطريق وعندما تظاهروا بطريقة سلمية، فهذه أفضل طريقة لتجنيد الناس للإرهاب مع الظواهر والقاعدة وغيرهم. عفواً سيد جلوي، مثل هذا جلوي، هل أنت تتحدث عن رؤيتك الشخصية في دفع الإرهاب عن الإخوان، أم أن هذه الرؤية أيضا لدى الحكومات الغربية الآن وهي لها نفس الرأي أن الإخوان بعيدين كل البعد عن مسألة الإرهاب؟ يعني أعتقد أنهم يؤيدوني بهذا الموضوع، يعرفون الإخوان المسلمين ليسوا إرهابيين، ولكنني لا أعبر إلا عن رأيي الشخصي هنا. أقول لكم بأنني لا أعتقد بأن المزاعم والادعاءات بأن الإخوان المسلمين المصرية هي إرهابية وحتى تصنيفها كإرهابية لن يكون له أي أثر. هم يذكر في الإعلام من فترة إلى أخرى، إلا أن كثير من الناس لا يصدقون، لأنني كما قلت لكم أن الإخوان المسلمين لا تاريخ لهم كإرهابيين في مصر. الإخوان المسلمين في تركيا هم موجودين في الحكم في تركيا وهم يرتكبون الكثير من الأخطاء التي ارتكبها مرسي، ولكنهم ليسوا إرهابيين. أردوغان لا يمكن أن يتم وصفه كإرهابي، هذا حقيقة أمر غير منطقي، ولكن هذا حقيقة جزء من الحملة الإعلامية التي تستخدم من قبل الحكم العسكري في مصر، ولكن لا أعتقد بأن هذا سيكون له أثره الكبير، لأنني واثق من الإخوان المسلمين سوف يقفون ضد الإرهاب، وأمل بأن الإخوان المسلمين سوف يضمون يديهم إلى هؤلاء الذين كان عليهم مد يديهم لهم قبل أن يحصل الانقلاب، هؤلاء الذين يعارضون الحكم العسكري والديكتاتورية العسكرية، ولم يكونوا مع الإخوان المسلمين عليهم أن يقربوا يوحدوا جوهدة المعارضة ضد الحكم العسكري، والعسكر هم يقومون بهذا العمل نيابة عنهم. وهناك حمدين صباح صديق لي حصل على الملايين الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرسي والذي يمثل الحزب الناصري، و هذا التيار العسكريين فتحوا الآن النيران الحملة الإعلامية ضده بالرغم من أنه دعمهم في البدايات، الآن هو يتم انتقاده وصبغه بأنه عدو للدولة في مصر، وهو حقيقة بعيد عن هذه الاتهامات. إذن نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا هنالك تحالف وطني من القوى السياسية ضد الدكتاتورية، وهذا ما كنا بحاجة له. نحن بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية منذ البدايات في مصر. طيب سيد جلوي، عفوا، يمر اليوم ما يقرب من 6 أشهر على ما يعرف بمجزرة رابعة العدوية، وأعلم تماما أنك كنت متابع للمشهد، يعني أيهما أقرب بالنسبة إليك فيما يخص يعني ما يقال؟ يعني سلطة الانقلاب تتحدث على أنها يعني فضت هذا الاعتصام لأنه كان اعتصاما إرهابيا وبها أسلحة وما إلى ذلك، والطرف الآخر يقول أننا كنا أمام في رابعة العدوية مجزرة بشرية لم يرها العصر الحديث في مصر. يعني إلى أيهما أنت أقرب سيد جلوي في هاتين الرؤيتين؟ يعني إذن لقد كانت مذبحة بامتياز بما كما وصفها شكسبير في كتاباته، كانت قتلا ممنهجا حتى الغرب انتقده، وحتى لم تكن موضوع عقوبات تفرض، وإحدى المذابح والناس الذين كانوا في الاعتصام الذين كانوا يتظاهرون بحرية لا يمكن أن يتم قتلهم وذبحهم
إذا كنت ستدعي أي شرعية ديمقراطية لتصرفاتك، لأن الديمقراطية والحكومات الشرعية لا يمكنها أن تتصرف بهذه الطريقة. وعليه أعتقد بأن الدماء التي سفكت في ذلك اليوم في رابعة العدوية وغيره هي استمرار كما وصفها شكسبير، ستكون دمغة دموية لن تمحى، وسوف تبقى دمغة على يد القتلى الذين ارتكبوها، وأيضا سوف تبقى دمغة على هؤلاء الذين صمتوا ولم يتحدثوا. سيد قلوي، اسمح لي، هل تجد جدوى لتدويل القضية فيما يخص المسؤول عن القتل وعن قتل الآلاف كما يرى البعض خلال الفترة الماضية في مصر؟ هل من الممكن أن يمثلوا في يوم من الأيام أمام محاكم دولية أو حتى محاكم بريطانية، أو يلحقوا كما فعل قبل ذلك مع رئيسة الوزراء الإسرائيلية من قبل تسيبي ليفيني، أم لا، أم أن هذا الطريق لا جدوى منه من وجهة نظرك؟ أعتقد بأن هنالك إمكانيات الآن لتدويل هذه القضية في المحاكم الدولية، وقد قمنا وقد نجحنا حقيقة مع تسي بي ليفني وشخصان آخران غيرها. أعتقد أنه مفاز، ولكننا لم نستطع جلبهم إلى المحاكم. نظرنا مذكرات اعتقال. الشخص الوحيد الذي انتهى به المطاف في السجن هو قائد الحركة الإسلامية الفلسطينية في الخط الأخضر، هو الوحيد الذي انتهى بالمحكمة البريطانية. أما تسي بي ليفني فلم تصل المحكمة، ولكنني أعتقد، وهنا أنا أنشد أو أخاطب الإخوان المسلمين وداعمين في مصر، أنه أقول لهم إذا أردتم أن تقوموا بالخروج من هذا المأزق، عليكم أن تتحدثوا مع الآخرين، عليكم أن تخلقوا تحالفات. أنا على سبيل المثال كنت الشخص الذي عمل على حصار غزة، ولطالما تحدثت مع الإخوان المسلمين ومع حماس، ولكنني لست منكم ولست معكم. عليكم أن تعتبروني كحليف وليس كشخص تحت سلطتكم، فأنا أخذ أوامر من أحد، وهذا هو المنهج الذي عليهم أن يعملوا به. عليهم أن يبدأوا بدءا من مصر، عليهم أن يقوموا بتوسيع قواعدهم وأن يجدوا حلفاء ليسوا إسلاميين وليسوا من داعمي الإخوان المسلمين، وبالتأكيد ذبح المئات آلاف المصريين الذين قتلوا من قبل العسكر في رابع العدوية، مظاهرة سلمية بالكامل، كانوا يطالبون بعودة الرئيس المشروع من السجن لقصر الرئاسة. وأيضا الإخوان عليهم أن يجدوا حلفاء أيضا خارج مصر في جميع أنحاء العالم. سيد قلوي، لعله يكون سؤالي الأخير لك، توقعاتك للمستقبل القريب لمصر، هل يستطيع الانقلاب العسكري أن يثبت أركانه من خلال ما يعرف بخارطة الطريق، ويعني ترئيس أو وصول السيسي إلى سدة الحكم، أم من الممكن أن يتغير المشهد في مصر وتعود أو يعود ما يعرف بالشرعية أو المسار الديمقراطي مرة أخرى؟ لا أعتقد حقيقة بأن السيسي سوف يصبح رئيسا، ستكون دائما الجنرال السيسي لي وللكثيرين حول العالم. ربما يخلع زيه العسكري كما عمل برويز مشرف في الباكستان، ومن ثم يضع هذه العباءة ويسمي حاله الرئيس، ولكن الجميع سوف يعرفون بأن الرئاسة هي ليست مشروعة، ولدت خارج الشرعية، ولدت بالخطيئة والجريمة والقتل والذبح. وبالإضافة إلى كل هذا، أعرف بأنه لن يقوم بأي شيء لتحسين حياة المصريين، سواء بتوفير الطعام والغذاء أو حتى بإعطائهم الحريات الديمقراطية التي ينشدونها. هو سوف يسجن
المزيد والمزيد من الصحفيين، وسوف يغلق المزيد والمزيد من الصحافة والراديو والتلفاز، سوف يتصرف كديكتاتور، سواء كانت حصل على تصويت بنسبة 99% في الانتخابات الرئاسية أم لا. مبارك ما بين عامي 1900 حصل عفوا على 98% أو 99% في الانتخابات، ولكن الجميع يعرف أنه كان ديكتاتورا ولا زال ديكتاتورا. أشكرك شكرا جزيلا سيد جورج جالوي عضو مجلس العموم البريطاني، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة البريطانية لندن. شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدين على طيب المتابعة، في أمان الله.